نور الدين درداري من عمال توزيع فواتير الماء والكهرباء بشركة ريضال. كتجي هاد الوقفة هادي استمرار الوقفات النضالية اللي خدناها من شهر يناير من بعد ما فوتت شركة ريضال صفقة توزيع الماء والكهرباء لشركة جداد هنا من مدينة الرباط حتى مدينة بوزنيقة. يعني هاد المدن كاملة، هاد العمال هادو كاملين اللي أزيد من 70 عامل وعاملة لقاو راسهم في الشارع متشردين بعد ما كانت وعود من طرف شركة ريضال على رأسها المدير العام على أن هاد العمال غادي يتدمجوا في هاد الشركات. بعد ما راسلناه عن طريق الطريقة الاتحاد المغربي للشغل حنا كنضاو تحت منه، لقينا بأن ديك الوعود كلها وعود كاذبة إلى غير ذلك. خدنا واحد البرنامج النضالي كي قالت تفتح لحيط روح بحوار في مديرية جهوية على أساس مديرية جهوية هنا في الرباط. كان وفد من شركة ريضال، من إدارة شركة ريضال، وفد من الاتحاد المغربي للشغل. المخرجات ديالو اللي كانت هي ان هاد العمال هادو غيتدمجوا بكامل الحقوق ديالهم والمكتسبات اللي راكم ازيد من 15 سنه من العمل والخدمه ديال في شركه ريضال. كنلقاو عاوتاني نفس السيناريو كيتعاود، هو ان مجرد وعود من شركه ريضال والتماطل والهروب للامل وريح الوقت وما عرفناش علاش. هذا هو السؤال اللي كنطرحوا عليها من هذا المنبر. هذا كنستمر النضال ديالنا حتى شهر 5 عاوتاني كيتفتح واحد الحوار هنا بشركه ريضال. كانت المخرجات ديالو بحال المخرجات ديال الاول، وكان هذه المره قال لك هذه اخر مره هذا الملف غادي يتحل بشكل نهائي. من بعد كنتفاجئوا بان من شهر ماي لحد هذه اللحظه هذه كنتفاجئوا بان رضا نفس السيناريو اللي كتقول. وحنا جبنا لها اليوم وليداتنا كوليدات ديال الشعب المغربي اللي غادي خاصهم الدخول المدرسي، خاصهم باش يشريو الادوات، خاصهم باش اللبسات ديالهم باش يدخلوا بحالهم بحال ولاد الشعب بحال الاطفال ديال العالم كامل. ها هما الان ما حنا كاباء من بعد ما تشردنا هذه ازياد دخلنا في الشهر التاسع من التشريد، يعني ما كاينش مداخل ماديه لينا. كنحملوا شركه ريضال المسؤوليه الاولى في هذا الملف هذا. وثاني حاجه كنهضروا مع كنوجهوا رساله للمسؤولين واللي عندهم المعنيين بهذه المساله هذه بانهم يدخلوا في هذا المعضله هذه وينصفوا هذه الوليدات وينصفوا الاباء ديالهم. وشكرا، وحنا ديما في هذا النضال ديالنا حتى تحقيق المطالب ديالنا كامل. السلام عليكم. احنا عمال توزيع فواتير الماء والكهرباء لدى شركه ريضال. احنا الناس موقفين هذه 7 شهور عن العمل، وهاد الشركه هذه عطتنا وعود اننا غادي ترجع للعمال في شهر 6، الا انها ما وفاتش بالوعد ديالها، وحنا مازال في الشارع هذه 8 شهور. وحنا تنقولوا لهاد الشركه اننا غادي نستمروا في النضال، وغادي نناضلوا وغادي نصعدوا من هذا النضال هذا حتى تحقيق المطلب المشروع الوحيد اللي هو رجوع جميع العمال الى مناصبهم. هاد الناس هادو ما داروا معنا والو. هاد الناس كيتماطلوا من شهر جوج، وقلنا هاد الناس كيتماطلوا، عطاونا وعود وجلسنا معاهم، وحنا لا نرفض الحوار، حنا مع الحوار، ولكن هاد الناس رفضوا جميع وسائل الحوار. وحنا غادي نبقاو هنا وغادي نبقاو مستمرين وصامدين ولا للتراجع حتى تحقق المطالب المشروعه. معكم حسين النعماني، مستخدم شركة مناولة التابعة شركة ريضال لتوزيع فواتير الماء والكهرباء. كتجي هذه الوقفة هذه ديال وليدات الصغار احتجاجا على التماطل ديال هذه الشركة هذه. من بعد ما عقدت هذه الشركة هذه ريضال جوج صفقات جداد، وحدة في الرباط وحدة في تمارة، وتخلاو على العمال اللي كانوا كيزاولوا هذه المهنة هذه ديال توزيع فواتير الماء والكهرباء، تخلاو عليهم كليا، يعني 70 عامل تخلاو عليها كاملة وجابوا عمال جداد. من بعد احتجاجات من شهر واحد وحنا كنحتجوا، وكانت عده لقاءات مع المكتب النقابي، مع المسؤولين ديال الريضال ومع المندوبيه الجهويه. خرجوا بواحد الحل على اساس انهم في شهر 6 غادي يعاودوا يدمجونا كاملين، غيرجعوا هاد العمال هادو ويرجعوا للاماكن ديالهم. الا ان في شهر 6 رجعوا 17 عامل في تماره وخمسه في الرباط، يعني وريضال ما تتلاش لهذا الالتزام اللي التزمت به على اساس انها غادي يرجعوا العمال كاملين. ولهذا ملي ما رجعوش العمال ديالنا جينا رجعنا كنحتجوا امام شركه ريضال على التماطل ديالها. وهذه وحده من الاحتجاجات ديالنا، جبنا الاخوه الوليدات ديالنا باش انهم نعبروا بهم على اساس السخط ديالنا وعلى الدخول المدرسي ما عندناش باش 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 نكونوا مع وليداتنا في ظل هاد ارتفاع الاسعار اللي كتعرفوا بلادنا.
وكيعرفوا سميتو راه كيف عارفين راه كلشي عارف الوضعيه الحاليه اللي عايشينها. ونزيدوا انسان جالس ما كيتخلص ما والو ما عندوش باش يكون مع وليداته، زائد ان معنا اخوان اللي كاريين، معنا اخوان اللي مونكاجين كريديات ديال لي زابارتمون ديالهم، زائد المعيشه. يعني هاد الناس هادو كيتماطلوا علينا وحنا غنبقاو محتجين هنا امام المقر الرئيسي ديال الريضال، وكنطلبوا من السيد المدير انه يراجع نفسه ويرجع القرارات ديالو ويرجع هاد العمال هادو، لانهم هما اللي يستحقوا انهم يكونوا في الاماكن ديالهم ويرجعوا يزولوا العمل ديالهم. واللي كيتقنوه باتقان، حنا ما كانش ماشي بيدنا هادشي، ما درناش شي حاجه اللي نستحقوا عليها انهم باش اننا نوقفوا هاد الوقفه هادي ونتكرفصوا التكرفيصه هادي. وكنتمنوا من الله انه هاد الناس يراجعوا النفوس ديالهم ويردونا الاماكن ديالنا. وشكرا. ما فين هي الخدمه؟ فين الخدمه؟ واش حنايا 17 سنه اقلنا دار 14 سنوات في المهنه، شكون باقي يقبل عليك؟ واش كل باقي يقبلك؟ معنا اخوان اللي كاين اللي فايت الربعينات وفايت الخمسينات، واش في نظرك انت دابا فايت 40 سنه وفايت 50 سنه غتقبل عليك شي شركه؟ انت ضيعتي الصحه ديالك والطاقه ديالك مع هاد الناس، هاد ما شركه ريضال، وجيت تقبل عليك شركه اخرى؟ لا يمكن، راه ما يقبلش عليك حتى شي واحد اخر الا الشارع. الشارع هو اللي قابل علينا حد الساعه دابا، حنا دابا في الشارع، حنا مهددين بالتشرد، وراه كاين اخوان ديالنا راه متشردين حاليا، دابا متشردين كاين اخوان معنا، راه جراو عليهم الناس اللي كاريين وسمي جراو نخرجوا من الزنقه، ما عندهم باش يكونوا مع وليداتهم، ما عندهم باش ياخذوا الكتب المدرسيه، ما عندهم حتى شي حاجه. ولهذا راه خاص هاد الناس يراجعوا النفوس ديالهم وراجعوا القرارات ديالهم، راه القرارات هذه راه مجحفه في حق هاد العمال هادو اللي بسببهم ريضال كانها كتكون عندها واحد المدخول رئيسي، راه بسبب ديال هاد الاخوان هادو، هاد العمال هادو اللي هما اللي كتكون عندهم مواجهه صريحه مع لي كليون. حنا اللي كنتواجهوا مع الكليان، حنا اللي كنوزعوا الفواتير، كتكون عندنا مواجهه صريحه مع الكليان. ولهذا هاد الناس هادو راه خاصهم يفكروا ويعاودوا يرجعوا هاد العمال هادو، لانهم ما يستحقوش هاد التبهدله هادي. ورد التعيه كذلك ما تستحقش انها تبهدل راسها بهاد التبهدله هادي، لانها شركه كبيره ومفوضه انها في توزيع الماء والكهرباء في العاصمه الرباط والنواحي، وحشومه على ان يجوا وليدات صغار ووقفوا امام المقر الرئيسي ديالها وطيح من الصومعه ديالها بهذه الطريقه هذه. وكنتمنوا انها تراجع نفسها وتغير القرار ديالها وترجع الاخوان ديالنا انهم تاهما يرجعوا للاماكن ديالهم. وشكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.